مرحباً جميعاً، هذا هو بذور الكتان بزور الكتان والماء الساخن نفس الوزن أو لكل كوب من بذور الكتان قبل الطحن كوب إلا ربع ماء ساخن هكذا طحنة ناعم نوزن نفس... نوزن نفس الوزن الماء الساخن أو لكل كوب قبل الطحن كوب إلا ربع ماء ساخن والملح الكمية اختياري نعجنه جيد مع بعض الماء مع الكتان والملح نتركه بدون غطاء عشر دقائق نتركه مثل ما هو هيك بعد عشر دقائق نوضع ورق الزبدة نوضع على ورق الزبدة وانتو بتعملوا الحجم حسب ما بدكم نمده مثل ما انتو شايفين هيك اظهرت معنا خريطة العالم نوضع الصحن وبنقصه حجم حسب ذوقكم نضعه بالفرن على حرارة 200 في الرف الأوسط بشغل الفرن من فوق ومن تحت الحرارة درجة حرارة 200 في الرف الأوسط تقريبا بياخد سبع دقائق لازم انتو تركبوه حسب نوع الفرن ممكن على اي فرن تخبزوه مثل ما تخبزوه الخبز العادي وهلقيت بنعمله بالطاسة أو المقلى هو اختيارات لإلكم تقريبا كل وجه بياخد ثلاث دقائق هو كتير روعة وبسيط وكتير مناسب للكيتو ولمرضى السكر ممكن نوضع السمسم أو أي نوع توابل حسب ذوقكم ولكن مع السمسم أنا دائما أفضل مع السمسم المعجنات كتير هي طيبة وإحنا لما نوضع السمسم نوضع ورقة الزبدة فقط خفيف نضغط عليه ما نضغط عليه كتير نضع على المقلة ونفس الشي تقريبا كل وجه ثلاث دقائق هيك أصبح جاهز في أمان الله تزرونا بوصفة جديدة من الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة